سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم جيت نحط لكم الشكل النهائي ديال القفطان الابيض اللي خدمت معاكم، والبنات بزاف طلبوني انني نحط لهم الشكل النهائي ديالو. المضمه اللي كنت التغيير اللي كنت درت فيها هي كنت زدت هذه الورده 3D، كنت درتها في بلاصه الورده اللي كنت خدمت معاكم. المضمه هي راه هي هذه اللي خدمت معاكم قبل، فاش قلت لكم غادي نوريكم الشكل ديالها فاش غادي تخدم. والخدمة ها هي رشمة ديالو بعد ما ثبتها بالمصلح وخيطتها. طريقة البنات راه وريتها لكم بزاف ديال الفيديوهات، هادشي علاش جيت نوريكم غير الشكل النهائي ديالو. كنتمنى انني فيدكم. التصوير ما عطاش القفطان حقه، فهو جا رائع البنات، مباشرة كيبان غزال وكيبان عاطي للعين. والبنات اللي كيسولوني كوي واش كيطيح هذا الشيء، راه ما كيطيحش البنات، واخا كيتصبن واخا كل شيء، غير ثبتوه مزيان بالمصلح وثبتوه بالخياطه وما تخافوش منه، فهو كيبقى شد مزيان في الثوب. والخدمه البنات هكا فاش كنا دايرين شي حاجه من البته، من الاحسن انكم تخدموا غير بالضفيره ديال الصم هكا رقيقه. وفي الجناب خدمتها بالطرطان ومفتل في اللون ديال الثوب، هكا باش تكون عندنا شي خدمه اللي هي عاديه وهكا مشارجيه. احسن حاجه اننا نديرو ليها خدمه تكون رقيقه وما تكونش خدمه غليظه.